بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن أعمال يوم الجمعة. نعم. الحمد لله. يسن التبكير ليوم الجمعة، يعني يخرج من الساعة بعد إشراق الشمس من الساعة الأولى. نعم. نعم. كذلك الاغتسال. يتطيب الرجال. قراءة سورة الكهف. سورة الكهف هي الجمعة. الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدنو من الإمام. لا، إذا صعد الخطيب إلى المنبر لا يتكلم أحد حتى بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ينصت لخطبة الإمام. ينهى عن الجلوس هكذا، هذه الجلسة ينهى عنها ووقت الإمام يخطب. نعم. أو يفرق على أصابعه ويشبك بين أصابعه. يخطب بهم الإمام خطبتين قبل الصلاة. ثم يصلي فيهم ركعتين. يجهر فيهما بالقراءة. يسن كذلك الدعاء يوم الجمعة، لأن في ساعة، يوجد ساعة في يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب. اختلف العلماء فيها، من أصح الأقوال تقريبا أنها قبل غروب الشمس يوم الجمعة. نعم، بساعة تقريبا. Dan ulama akhirat dalam mengumumkan kumpulan tanah tulmul tu'a sama kajuan macam ulama dan telah mengumumkan sama orang yang lain waktu mengumumkan untuk mustajab tu'a macam penol atau tu'a sama kajuan telah mengumumkan sebenarnya sama orang. Fanashtahid fi yawm al-jum'ah. Maka batik kamkan takau tu'a